الولايات المتحدة الأمريكية تستمر بالضغط على إيران وبخنقها أكثر فأكثر عن طريق الدولار الأمريكي الخاص بالعراق وعبر العراق. هذه كلها تفاصيل نشرت من قبل الأسوشيتد بريس اليوم بتفاصيل مثيرة للغاية، نشرت في توقيت أيضا مثير وهو في توقيت شهدنا فيه اليوم عملية انهيار كبيرة للدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، وصل سعر الصرف إلى 174 إلى 175. بعض التفاصيل الأخرى وبعض الأنباء الأخرى تحدثت أن سعر الصرف وصل إلى أكثر من 177 دينارا عراقيا، وبالتالي أصبحت مشكلة كبيرة جدا تأتي بالنسبة للعراق بسبب سعر صرف الدولار المرجح والمرجح بأن يرتفع بشكل أكبر. وهنا تأتي أهمية التفاصيل التي نشرت من قبل الأسوشيتد بريس، فقالت الأسوشيتد بريس هنا بأن مشكلة العراق في سعر صرف الدولار هي تعود إلى غزو الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003 للعراق، حيث تم وضع الاحتياطي للعملات الأجنبية الخاصة بالعراق من الدولار الأمريكي أصبحت تحت سيطرة البنك الفيدرالي الأمريكي، وهذا ما أعطى الولايات المتحدة الأمريكية سيطرة كبيرة على مسألة الدولار والعملات الأجنبية الخاصة بالعراق. وعلى هذا الأساس العراق عندما يريد مثلا هذا الدولار الأمريكي يذهب مباشرة البنك المركزي العراقي ليطلب من البنك الفيدرالي الأمريكي هذه العملة المهمة للغاية، وبالتالي يتحصل عليها ويقوم ببيعها إلى المصارف وكذلك إلى مراكز الصرف، وتصبح ويصبح الدولار متوفرا للجميع. وأساسا العراق لا يمتلك مشكلة في سعر صرف الدولار، أو عفوا لا يمتلك مشكلة في امتلاكه لكم ما يمتلك من الدولار أساسا. هو يمتلك بحسب التفاصيل التي نشرت من الأسوشيتد بريس أكثر من 100 مليار دولار بسبب مبيعات النفط الكبيرة وارتفاع سعر برميل النفط. حقق العراق أرباحا كبيرة، هذه ليست المشكلة بالنسبة للعراق، المشكلة هي في كيفية وصول العراق للدولار، هنا المشكلة الكبيرة، حيث أن مسؤولين أمريكيين بحسب الأسوشيتد بريس لاحظوا بأن هنالك غسيلا للأموال وبأن هنالك تهريبا للأموال يذهب إلى دول خطيرة مثل إيران ومثل سوريا المعاقبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تفيد طبعا كثيرا إيران وتفيد سوريا. وبأن واحدة من التفاصيل المثيرة التي نشرت عن إيران أساسا بأن هنالك تهريبا يأتي بريا أيضا من داخل العراق وليس فقط عبر المصارف، بالبر يحول الدولار الأمريكي من العراق إلى الداخل أساسا الإيراني، وبأن هنالك جماعات مسلحة تستقطع بعض هذه الأموال عند عبورها إلى إيران وكأنها ضريبة بالنسبة لهم، وبالتالي هذا الأمر هو خطر للغاية لأن العراق ليس من المفترض عليه إرسال الدولار الأمريكي لا على المستوى الرسمي ولا على مستوى التهريب، ولكن من المفترض على العراق استخدام الدينار العراقي ببساطة. أيضا بعض المراقبين، وهذه تفاصيل ليست منشورة من الأسوشيتد بريس، كانوا قد تحدثوا حتى بعض الأوساط الأمريكية وبعض الخبراء قالوا بأن هنالك أيضا تهريبا نوعا ما وغسيلا للأموال للدولار الأمريكي يذهب إلى تركيا، وبأن هنالك أطرافا وشركات روسية يستطيعون نوعا ما واستطاعوا من الوصول إلى الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي بدأ يصل ويسرب إلى روسيا التي تخوض حربا كبيرة أساسا في أوكرانيا ضد حلف الناتو ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الأمر خطر للغاية. الولايات المتحدة لديها مشكلة مع روسيا ولديها مشكلة أساسا مع إيران في ظل عدم وجود أي عودة للاتفاقية النووية، تخصيب لليورانيوم عالي، وأيضا أن إيران متدخلة في الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي الولايات المتحدة فجأة وجدت أن العراق يمرر ويساعد هذه الأطراف إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر بإرسال هذه الأموال. وعلى هذا الأساس هنا تكمن المشكلة ببساطة، أصبح البنك الفيدرالي أو البنك المركزي العراقي غير قادرا على الوصول إلى أمواله أو إلى الدولار الأمريكي الخاص به الموجود في البنك الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك أن هنالك طلبا قادما من البنك الفيدرالي الأمريكي في عملية تطبيق قضية مهمة ألا وهي المنصة الإلكترونية التي سمعنا عنها. طلبت الولايات المتحدة الأمريكية أن يطبق وهذه المنصة المهمة جدا الإلكترونية، دربوا 100 شخصا من الموظفين في البنك المركزي العراقي عليها وبدأوا بعملية استخدامها. والمشكلة في هذه المنصة بأن التفاصيل المتلقي للدولار وللعملة الأجنبية يجب أن تكتمل جميع التفاصيل لكي تكتمل المعاملة، وبعد ذلك وجدوا أن هنالك كثير من المعاملات ليس فيها نهائيا
ما هو كافي من هذه المعلومات في إرسال الدولار الأمريكي، وبالتالي ليس معروفا هذا المتلقي بشكل مباشر، وهذا أوقف 80% من هذه المعاملات فقط باستخدام هذه المنصة الإلكترونية التي طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت تطبق من البنك المركزي العراقي. وعلى هذا الأساس ببساطة، بسبب عدم وصول إلى الأموال، بسبب هذه المنصة التي نتحدث عنها، هذه الأمور طبعا جعلت الدولار ينخفض في العراق، ووصل الدولار بحسب سجلات البنك المركزي العراقي الآن حتى نهاية الشهر الماضي إلى 69.6 مليون دولار. قبل 6 أشهر كانت أكثر من 257 مليون دولار، وبالتالي قل الدولار بشكل كبير. وأساسا التجار الموجودين في العراق أصبح صعبا عليهم الوصول للدولار، وعلى هذا الأساس اتجهوا مباشرة إلى السوق السوداء، وهذا ما رفع أسعار سعر الصرف الدولار التي نراها اليوم. ودخلنا بهذه الكارثة الكبيرة، هذه العوامل التي ذكرتها أساسا الأسوشيتد بريس، والأسباب التي نراها اليوم بهذا الشكل الخطير للغاية، وهذا ما ذكرته الأسوشيتد بريس اليوم حول هذه التفاصيل، وقالت الآتي: قيدت الولايات المتحدة وصول العراق إلى الدولار الخاص به في محاولة للقضاء على ما وصفه المسؤولون العراقيون بأنه غسيل أموال متفشي تستفيد منه إيران وسوريا، وأضافت: فواتير مزورة لبنود باهظة الثمن استخدمت في غسيل الدولارات، وأرسل معظمها إلى إيران وسوريا الخاضعتين لعقوبات أمريكية، مما أدى إلى شكاوى من مسؤولين أمريكيين. إذن كيف لهذا الأمر أساسا أن يخنق إيران، وهل هو فعلا أثر على إيران؟ المثير بهذا الأمر أن الوول ستريت جورنال كانت قد كشفت مؤخرا بأن البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ منذ نوفمبر العام الماضي بهذه الإجراءات الموجهة ضد غسيل الأموال وضد تهريب الأموال الذي يأتي أساسا لإيران من الداخل العراقي. وفجأة العملة الإيرانية، وعندما نتحدث عن العملة الإيرانية هنالك عملتين، هنالك الريال وهنالك التومان. الريال هو تعتبر وهي تعتبر العملة الرسمية، ولكن التومان الإيراني هو الذي يستخدم في الحياة اليومية في المعاملات التجارية، وبأن التومان الواحد يساوي 10,000 ريال، وبالتالي كل ما ينشر عادة من تفاصيل ينشر ويذكر فيه الريال، ولكن طبعا العملتين هي متأثرة. وبالتالي المثير أن بعد الإجراءات في نوفمبر من البنك الفيدرالي العام الماضي، في ديسمبر بدأت العملة الإيرانية تعاني بشكل كبير. على سبيل المثال، هنا في 23 ديسمبر فجأة بدأت تأتي التقارير بأن الدولار الواحد أصبح يساوي 400 أو أكثر من 400,000 ريال، أي أن 21% من قيمة الريال الإيراني أو العملة الإيرانية قد تدهورت. وبعد ذلك في 25 ديسمبر أيضا الشهر طبعا من العام الماضي ذكرت ارتفع إلى 411,000 بالنسبة للعملة الإيرانية، وبعدها ارتفعت في 31 ديسمبر في آخر يوم من العام الماضي وصل إلى 430,000. وهذا يفسر تماما بأن إجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي أخرت وأبطأت تماما تدفق الدولار وغسيل الدولار الأمريكي وغسيل الأموال الذي يأتي في الداخل العراقي وعملية التهريب إلى الداخل الإيراني. وهذا يعني أن الدولار قل في إيران وضغط تماما على العملة الإيرانية، ولذلك العملة الإيرانية تدهورت بهذا الشكل مع عدد من العوامل الأخرى. وبالتالي هم الآن بدأوا يضغطون بشكل كبير على الإيرانيين، وتفسر الكثير من التفاصيل. طبعا في نفس الوقت تأثر العراق والشعب العراقي بشكل كبير. اليوم جنين بلاسخارت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق تحدثت عن مسألة سعر صرف الدولار وأهمية إقرار موازنة عام 2023، وإلا سيكون العراق في مشكلة حقيقية ولن يتحمل المزيد من الضغوط. وعلى هذا الأساس الكل وكل الأنظار تذهب إلى زيارة مهمة قادمة في 9 فبراير، بعد 7 أيام، بعد أسبوع من الآن، لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وبحسب السيد أحمد الصحافة المتحدث باسم الخارجية العراقية، الذي طبعا صرح بتصريح مهم للعربية الجديد بهذا الشكل، قال بأن هنالك العديد من الأمور التي ستتم مناقشتها من ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ولكن مسألة سعر صرف الدولار ستناقش، وهي قضية مهمة للغاية. وعلى هذا الأساس هذا الوفد معول عليه، الوفد الذي سيقوده السيد فؤاد حسين معول عليه أن ينجح في هذه المسألة، أن يجد طريقا معينا للخلاص من عملية
انهيار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، خاصة وأن هنالك ضغطا كبيرا مستمرا ومشاكل مستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وحتى الغرب وأوروبا منزعجة تماما من إيران. تفاصيل جديدة نشرت من قبل هذا الرجل رافائيل غروسي، وهو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نقل وقام بعملية رفع تقرير سري بهذه الطريقة يوم أمس عن تطور جاء على المستوى النووي الإيراني، وبأن إيران لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن هذا التطور النووي. هي مسألة مهمة يجب أن ننتبه إليها، لأن هذه الضغوط هي تنعكس على العراق بشكل واضح. إذا ما اتجهنا على التقرير السري وما هو يتحدث عنه بالنسبة لرافائيل غروسي، ويتحدث عن منشأة فوردو التي نتوجه إليها الآن، تقبع تحت الأرض، لنتجه إلى الشمال قليلا، نذهب إلى صورة مقدرة من الانتل لاب عن طبيعة هذه المنشأة وكيف هي تبدو. ستلاحظ بأنك أمام سلاسل لأجهزة الطرد المركزية هنا، والحديث عن سلسلتين، وهاتين السلسلتين من الآي آر 6 تحديدا. قال بأن هنالك تصرفا قامت به إيران مثير، أنها قامت بربط هاتين السلسلتين سوية، كل سلسلة تصل تقريبا إلى 166 جهازا من الآي آر 6، أجهزة طرد مركزية متقدمة من الجيل السادس في تصعيد خطير للغاية. وبالتالي هذه الأجهزة قاموا بربطها من دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ما وجده رافائيل غروسي تصعيدا كبيرا للغاية مرتبطا بهذه الأجهزة، بأن إيران الآن بدأت تتصرف من دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذه طبعا تجعل مشكلة كبيرة يجب أن ينتبه لها العراق، بأننا أمام منشأة فوردو، أمام منشأة ناتانز تخصب بنسبة 60% نسب عالية للغاية. لا زالت هنالك ثلاثة مواقع وجدت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزيئات اليورانيوم، ولم تجب إيران عن هذه المسألة. إيران تريد غلق هذه وهذا الملف التحقيقي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تريد إغلاق هذا الملف، تريد إجابات من إيران، لأنها إن قبلت بإغلاق الملف وفجأة ظهرت إيران بقنبلة نووية وفاجأت العالم، ستكون مشكلة حقيقية للغاية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مستوى مهنيتها وعلى مستوى حقيقة عملها ومصداقيتها. بل إن إيران أيضا مستمرة في تعاونها في الحرب الروسية الأوكرانية، تعاون روسيا كثيرا في مواجهة أوكرانيا، وخاصة الآن هنالك تفاصيل مستمرة قادمة من الأوكرانيين أن هنالك هجوما كبيرا للغاية قادم على أوكرانيا في 24 من فبراير، في ذكرى وذكرى سنوية لبدء العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني. وزير الدفاع الأوكراني هو الذي تحدث عن هذه المسألة اليوم للبي بي سي، والذي قال ببساطة اليوم بأن بوتين حشد قرابة 500,000 جنديا لمهاجمة أوكرانيا في هجوم متجدد بمناسبة مرور عام على حرب أوكرانيا. وفي نفس الوقت المشكلة هي لا تكمن فقط في هذا الهجوم، بل أن روسيا مستمرة في التقدم في الداخل الأوكراني وتحديدا إلى شرق أوكرانيا في دانييتسك، ونتحدث هنا عن فولغادار تحديدا، تقدم كبير بحسب معهد دراسات الحرب مستمر على هذه الجبهة. عدد من الجبهات تتقدم لها روسيا، ولكن هذه هي أبرز النقاط طبعا هنا دانييتسك. ودعونا نقترب إلى فولغادار التي تأتي فيها ويأتي فيها تطور مهم جدا وتطورات مهمة للغاية يجب أن ننتبه إليها. بالنسبة لفولغادار ببساطة للغاية، ستلاحظ بأنك هنا أمام فولغادار، هنا فولغادار طبعا التي لا زال الأوكرانيون يسيطرون عليها. عندما نأخذ اللون الأصفر هو الذي يمثل الأوكرانيين طبعا، بالنسبة للقوات الروسية تمكنت من عملية قطع هذا الطريق المهم الذي هو يعتبر النقطة الأساسية التي تبحث عن السيطرة عليها القوات الروسية. هو طريق يمتد إلى مارينكا، من فولغادار إلى مارينكا إلى دانييتسك، هو الهدف الأساسي بالنسبة للقوات الروسية. طبعا القوات الروسية تمكنت من عملية قطع هذا الطريق، وكذلك هي أساسا تقطع طريقا آخرا يمتد بهذا الاتجاه إلى هذه المنطقة، وبالتالي قطعوا أوصال هذه المدينة وبدأوا يحاصرونها، بدأوا يقصفونها ويحاولون من عملية اقتحامها. الآن الجديد في هذا الأمر بحسب معهد دراسات الحرب، هي أكدت بأن هنالك هجوما كبيرا من القوات الروسية يأتي من شمال هذه المنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية، وهي فولودوموريفكا، وأيضا هنالك سولودوكا، وأيضا هنالك هجوما قادما من منطقة مارينكا التي تأتي تجاه منطقة مهمة وهي
بوبيدا التي تأتي بهذا الاتجاه. بالتالي القوات الروسية تقدمت تجاه بوبيدا، تقدمت بهذا الشكل من إلى الغرب من سولودوكا وفولودوموريفكا، أيضا تقدموا بهذا الشكل واقتربوا تماما من هذا الطريق المهم الذي نتحدث عنه، التي لا زالت طبعا القوات الأوكرانية تسيطر عليه. تقدمت بهذا الاتجاه وهي تبحث طبعا عن إبعاد القوات الأوكرانية من هذه المنطقة. هنالك أهداف مهمة، أن القوات الأوكرانية أولا تبتعد عن هذه المنطقة، بالتالي لن تهدد بعد الآن جنوب دانييتسك، وتسيطر القوات الروسية على هذه المنطقة، تقطع هذا الطريق أساسا لكي لا يكون هنالك إمدادات بعد الآن من هذه المناطق إلى منطقة دانييتسك تحديدا، وهو طريق استراتيجي مهم. بالإضافة إلى ذلك أن هنالك مناجم للفحم مهمة هنا، تعتبر من أكبر مناجم الفحم، وبالتالي هي خطة استراتيجية كبيرة للقوات الروسية أيضا على المستوى والمكاسب الاقتصادية التي تريد أن تحققها هنا القوات الروسية. بالتالي هنالك تقدم مستمر على عدد من المستويات يزعج الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، لا يريدون لأحد أن يساعد روسيا بأي طريقة أو بأي شكل من الأشكال. وهذه طبعا تجعلنا أمام نقطة مهمة بالنسبة لهذه المنطقة، أن القوات الأوكرانية بدأت تضرب عملية الإمدادات للقوات الروسية التي تتقدم. عندما نأخذ صورة بالمدفعية طبعا وبالهايمرس، هذه الصواريخ الأمريكية المهمة، بدأوا يضربون عملية الناقلات وناقلات الروسية وعملية التعزيزات التي تأتي للقوات الهجومية والمهاجمة الروسية بشكل مكثف من أجل إضعاف القوات المهاجمة قدر الإمكان، يضربونهم بشكل مستمر من أجل إبطاء الهجمات والهجوم والتقدم الكبير الذي نراه للقوات الروسية في عدد من النقاط. على سبيل المثال، إذا ما اتجهنا الآن إلى صور لضربات جديدة نشرت من قبل الأوكرانيين بتصوير من طائرة مسيرة تأتي في منطقة تأتي إلى شمال باخموت. دعونا نلقي نظرة على هذه النقطة التي ضربت للإمدادات الروسية التي تأتي إلى الجبهات المتقدمة طبعا لباخموت كما تحدث هذا المصدر. ستلاحظ هنالك ضربة، تصوير من طائرة مسيرة بسيط، وتأتي طبعا الضربة بهذه الطريقة. هنالك عدد من العلامات، وهذه استراتيجية مهمة لإضعاف طبعا الهجوم الروسي. يجب أن نتجه الآن إلى الصور لكي نلقي نظرة على هذا الموقع ونفهم كيف أنهم بدأوا يعملون على هذه الضربات. هي ليست في جبهة طبعا مارينكا أو في فولغادار، ولكنها مسألة مهمة توضح لك ما الذي يحدث. إذا نحن أمام هنا عدد من ليس هنالك كثير من العلامات، ولكن بالنظر إلى هذه النقطة التي جاء بها الانفجار هنا، سنلاحظ بأننا أمام مباني تأتي هنا بعيدا. لنقترب من هذه المباني قليلا، وستلاحظ بأننا أمام شكل معين لهذه المباني. المباني مهمة للغاية. عندما تلاحظها أنت أمام مبنى يبدو بهذا الشكل، ليس واضحا أبدا، ويبدو بأننا أمام أيضا نقطة مرتفعة بشكل أقل من المبنى بالوسط. بالتالي نحن أمام هذا الشكل تقريبا من المباني، مسألة مهمة للغاية. لنتجه الآن إلى هذه الصورة أيضا من النقطة التي ضربت. ستلاحظ أنت أمام شكل واضح خاص تماما، طريق من هنا، طريق من هنا، منطقة مزروعة. تحدثنا عن هذه المباني الكبيرة، المباني التي تأتي بهذا الشكل. الضربة كانت هنا، وهنا فراغ معين مميز في هذه المنطقة المزروعة تحديدا. وبالتالي نحن أمام عدد من النقاط التي قد تساعدنا في ظل أن الحديث يأتي إلى شمال باخموت. لنتجه بالقمر الصناعية الآن بسرعة إلى هذه المنطقة المهمة لكي نفهم أين تأتي هذه الضربات. الآن سنلاحظ نحن في شمال باخموت بالقرب من كاراسناغورا، هنا باراسكيفكا، وهنالك نقطة معينة مزروعة هنا في هذا الاتجاه تبدو متقاربة نوعا ما. إذا ما اتجهنا إليها بهذا الشكل وأخذنا هذا الشكل المميز لها ونتوقف، نلاحظ بأننا نوعا ما أمام تقارب في هذه الصورة، ولكن دعونا تقارب مع الصورة التي رأيناها. لكن لنذهب إلى النقطة الأمامية، لنذهب إلى نقطة المباني. أين هي هذه المباني؟ بالاتجاه إلى الأمام والقفز بسرعة، ستلاحظ بأنك أمام مبنى كبير هنا، وهذا المبنى يبدو بأنه أعلى بكثير، وهنا على ما يبدو أسطوانة هي التي كانت مرتفعة مقارنة بهذه المباني التي تأتي إلى الخلف. وبالتالي أنت أمام الشكل الذي حددناه، الذي يأتي بهذا الشكل طبعا المتقارب من الثلاثة مباني التي ظهرت المرتفعة. بالتالي نوعا ما بدأت الأمور تتطابق. لنعود إلى النقطة مرة أخرى، وهذه مسألة مهمة، من خلالها سنحدد كيف تضرب هذه النقاط الخلفية بالنسبة لي
إبطاء القوات الروسية طبعا من عملية التقدم، وها أنت فجأة أمام نفس العلامات، أنت أمام هذا الشكل المميز مرة أخرى، طريق وطريق، وأيضا هذا هو الفراغ الذي تحدثنا عنه الذي كان ظاهرا من الصورة طبعا التي تحدثنا عنها وكان واضحا لنا، وبالتالي الضربة جاءت بهذا الشكل مع المبنى المتقدم، وهذا يعني بأن هذه النقطة تحديدا هي نقطة إمداد كانت القوات الروسية من أجل أن تتقدم في باراكيفكا وكذلك في كاراسنغورا التي تواجه القوات الروسية فيها مشاكل. وعلى هذا الأساس هنا نصل إلى نقطة مهمة، وهي نقطة انتهاء حقيقة محاولة إنهاء التقدم الروسي، هي المسألة المهمة بالنسبة للأوكرانيين. ولكن التفاصيل الروسية، تفاصيل التطورات التي تأتي في أوكرانيا، هي مسألة خطيرة جدا، إذا انتبه لها العراق سينتبه للكثير من المشاكل التي تحدث له على المستوى الإقليمي والخارجي.